في سوريا أحيا مئات الزائرين عيد الغدير الأغر في حرم عقيلة الطالبيين السيدة زينب عليها السلام بريف دمشق. الزائرون قدم بعضهم إلى الحرم الزينبي من مناطق بعيدة من بينها عدد من دول الخليج بعدما عاد الأمان بشكل تدريجي إلى المنطقة بعد إحكام الجيش السوري سيطرته على المناطق المحيطة بها. لا يختلف أتباع أهل البيت عليهم السلام في دمشق عن إخوانهم بباقي أنحاء العالم في يوم عيد الغدير الأغر، حيث يقيمون الاحتفالات والأعياد والزينة والموشحات، لكن ميزة أهل الشام أن احتفالاتهم تكون في حضرة مقام السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب عليهم السلام. كما كل سنة يحتشد المئات داخل الصحن الشريف ويؤدون واجب التهنئة أمام الضريح المبارك، فيما يردد المنشدون أشعارا وأذكارا في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين. نبارك للإخوة المؤمنين جميعا ذكرى عيد الغدير الأغر، ذكرى إكمال الدين وإتمام النعمة بتنصيب أمير المؤمنين عليه السلام من قبل رسول الله في يوم 18 من ذي الحجة، ونحتفل في هذا العيد احتفالا مزدوجا. الأول هو الاحتفال بعيد الغدير، والثاني هو بعودة الحركة الإيمانية للزوار إلى مقام السيدة زينب سلام الله عليها. يضيق المقام بزواره، فيفيض المحبون في مناطق محيطة بالسيدة زينب، ولا سيما بعد تحسن الأوضاع الأمنية. مئات الزوار جاءوا من العراق والبحرين والكويت، ومئات آخرون قدموا من المناطق القريبة في ذكرى تنصيب الإمام علي بن أبي طالب وليا لأمر المسلمين. الراحة على وجوه الناس باتت ملموسة، فلا خطر قريب وأمان بمنطقة السيدة زينب وكل المناطق المحيطة بها. عيد الغدير هو عيد إسلامي بامتياز، وبالمعنى الأعم هو عيد للإنسانية. لو رجعنا لعيد الغدير ما كان يعني مختص بطائفة معينة، هو عيد إسلامي بدليل أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أكد على هذا العيد، هو تمام الولاية في الإسلام. واليوم في دمشق اللي هي تعتبر اليوم عاصمة الصمود العربي في وجه هجمة استكبارية، كل الناس بشوف عليها بشائر الفرح والمحبة. ليس هي عادة ولكنها تجديد عهد للقوة والنصر والخير والمقاومة، وخط ولاية علي عليه السلام، خط الإنسانية، خط الفطرة اللي خلقها الله للإنسان، لا يمكن أن يكون الخروج عن هذه الفطرة. فعلي كرم الله وجهه عليه السلام إمام مفهوم الإنسانية ومفهوم مكارم الأخلاق. بعد 3 سنوات من الحرب في سوريا حرم خلالها سكان دمشق من الاحتفالات الدينية، تعود ذكرى ولاية أمير المؤمنين، ويرجع عيد الغدير حاملا معه بركات الشام ومقام السيدة زينب، ليغص المقام ومحيطه بالزوار والزائرين.